أهلا بكم إلى الانتخابية وفي عناوينها. المصريون يدون بأصواتهم في أول أيام رئاسيات ونسبة المشاركة أول التحديات. ملف الفساد أكبر المعضلات أمام المرشحين للتشريعيات العراقية، ومجلس مفوضية الانتخابات ينفي أنباء عن بيع وشراء بطاقات الناخب. مهلة تسجيل اللوائح الانتخابية في لبنان تقترب من نهايتها، واتصالات ربع الساعة الأخيرة تتكثف. وحركة الشعب في تونس تعلن مضيها في الطعن بإجراء إلغاء الحبر خلال الانتخابات البلدية. أهلا بكم إلى الانتخابية. تنتخب رئيسها. العملية انطلقت صباح اليوم وسط محاولات أخيرة لحث الناخبين على ممارسة حقهم الديمقراطي وتسجيل نسبة اقتراع عالية تخوفا من تكرار التجربة الأخيرة. وفيما تنشط الاستعدادات للانتخابات العراقية، يتهافت المرشحون في لبنان إلى وزارة الداخلية في الساعات الأخيرة من مهلة تسجيل اللوائح. أما في تونس فتحذيرات من محاولات التزوير وتوقعات بحضور لافت للمستقلين خلال الانتخابات. الأجواء في كل هذه الدول نتابعها مع شبكة مراسلينا في مصر والعراق ولبنان وتونس. ونبدأ من مصر والمشهد خلال اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية. إذن يواصل الناخبون في مصر الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المنحصرة بين المرشحين الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى. عملية الاقتراع تستمر 3 أيام في 11,000 مركز انتخابي، ويحق لأكثر من 59 مليون مواطن المشاركة فيها. وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد بعد إدلائه بصوته أن الشعب المصري يؤدي اليوم واجبه الوطني وحقه في تقرير مصيره ومستقبله. يوم بيمارس كل مواطن حقه الدستوري، واجبه الوطني في تحديد مستقبله. هذا هو نتاج ثورتين عظيمتين لشعب عظيم يستحق أن يكون هو اللي يحدد مسار مستقبله واللي يحدد بإرادته طموحاته. لكل المصريين بنقول لهم هذه المشاركة هي من أجل الوطن الذي نعيش فيه ونستظل بسمائه، وهذه المشاركة هي التعبير الأفضل عن أنك أنت مواطن مصري تحمل اسم مصر الغالي. ومعنا من القاهرة مدير مكتب الميادين محمد ناصر للاطلاع أكثر على أجواء النصف الأول من اليوم الأول للانتخابات الرئاسية المصرية. محمد، كيف تبدو الأجواء في مصر في نصف اليوم الأول؟ نعم دينا، دعينا نؤكد أن عملية التصويت في الانتخابات تم استئنافها قبل دقائق قليلة وبعد ساعة من الراحة في اللجان الانتخابية، وهي فترة الراحة التي يمكن أن نقول أنها قد قسمت اليوم إلى قسمين. القسم الأول وهو الذي بدأ في الساعة 9 من صباح اليوم وحتى 3 من بعد الظهر، شهد تراوحا بين نسب المشاركة في اللجان المختلفة، بين نسبة كثيفة في عدد من اللجان وبخاصة في الساعات الأولى من الصباح، ثم انخفضت نسبة تدريجيا لتصل إلى نسبة متوسطة في أغلب اللجان وبخاصة في لجان القاهرة التي قمنا بمرور عليها خلال الساعات القليلة الماضية، حيث بدأ واضحا أن هناك عملية سهولة ويسر كبيرة في عملية التصويت، الأمر الذي لم يبدو فيه حشود كبيرة أمام اللجان. هناك مجموعة من الملاحظات الرئيسية يمكن أن نتحدث عنها في مشهد اليوم، حيث بدأ واضحا أن المشاركة الفاعلة والكبيرة جاءت من كبار السن والسيدات بشكل كبير أمام اللجان الانتخابية. ثانيا، كان هناك مشهد شبه احتفالي وكرنفالي من قبل المواطنين أمام اللجان الانتخابية وترديد الأغاني والهتافات المؤيدة لمصر. أيضا شاهدنا مشهد
ربما يكون معبرا عن رؤية عدد كبير من المواطنين المصريين، حيث استقبله السفير الأمريكي أثناء تفقده لأحد اللجان بالقاهرة بالهتاف ضد الولايات المتحدة ورفع شعار تحيا مصر تحيا مصر. أيضا قام عدد كبير من أسر الشهداء وبخاصة أسر شهداء القوات المسلحة المصرية الذين سقطوا في معركتهم مع الإرهاب في سيناء بالذهاب إلى اللجان الانتخابية ودعوة الناخبين إلى ضرورة المشاركة، مؤكدين أن المشاركة تعني أن دماء أبنائهم لم تذهب هدرا وأنهم في النهاية يعملون على تثبيت الدولة وتأكيدها أمام موجة الإرهاب الحالية. عدد كبير من المسؤولين والإعلاميين والفنانين ذهبوا إلى اللجان الانتخابية الخاصة بهم وأدوا بالعديد من التصريحات، من أبرزهم ما ذكره رئيس الوزراء المصري وأيضا وزير الخارجية والبابا تودروس وغيره من الوزراء. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أول المشاركين في التصويت في الانتخابات في أحد اللجان الانتخابية في مصر الجديدة في منطقة شرق القاهرة، وأيضا قام المرشح الآخر موسى مصطفى موسى بالإدلاء بصوته، مؤكدين جميعا ضرورة المشاركة الإيجابية من المواطنين في طيب. تلك الحملة الانتخابية. طيب محمد، هذا على صعيد أجواء الانتخابات، لكن أيضا تعقد المفوضية العليا للانتخابات في مصر مؤتمر صحفي، في تفاصيل هذه المؤتمر ماذا جاء في تفاصيلها أيضا إلى جانب الإجراءات الأمنية اليوم في اليوم الأول والأجواء الأمنية أيضا في مصر؟ بالفعل لدينا عقد المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمي باسم الهيئة مؤتمرا صحفيا أجاب فيه حول العديد من التساؤلات التي رددها كثيرا من المواطنين وأيضا الصحفيين حول أوضاع العملية الانتخابية، حيث أكد أن العملية الانتخابية مرت بسهولة ويسر كبير وأن جميع القضاة كانوا في لجانهم الانتخابية يؤدون عملهم دون أي معوقات. أيضا عندما سئل حول نسبة المشاركة قال يمكن أن أقول أنها كانت نسبة كثيفة على حد قوله في مجمل العملية الانتخابية. أكد أن هناك محافظات بعينها كان بها نسبة عالية من التصويت، أبرز محافظة المنوفية وأيضا جنوب سيناء بالإضافة إلى مدينة الأقصر في صعيد مصر. تحدث أيضا عن عملية فرز الأصوات، حيث عندما سئل هل سيتم فرز أصوات الليلة لمن أدلوا بأصواتهم اليوم أكد أن ذلك لن يحدث وأن عملية فرز الأصوات لن تتم إلا في نهاية اليوم الثالث والأخير وهو يوم الأربعاء القادم، حيث تتم عملية فرز الأصوات في اللجان الفرعية التي تم فيها عملية التصويت، ثم يقوم القاضي برفع تلك النتائج من اللجان الفرعية إلى اللجنة العامة الرئيسية في المنطقة التي يوجد بها التي تقوم بدورها بإعادة حصر الأصوات وعددها مرة أخرى لترفعها بعد ذلك إلى اللجنة العليا والوطنية للانتخابات التي تعلن النتائج النهائية يوم 2 أبريل/نيسان القادم. أما حول الأوضاع الأمنية فالأمن الأمور الأمنية تكاد تكون متميزة بشكل كبير، لم يتم تسجيل أي خروقات أمنية أو أي أجواء أمنية، الشرطة والجيش تمارس دورها بشكل إيجابي، مدير أمن الجيزة قال أن الأمور تسير بشكل جيد والأمن مستتب بدرجة كبيرة بما يسمح لجميع المواطنين بالنزول خلال الساعات القادمة للإدلاء بأصواتهم. إذن وانتظار هذه الساعات سنكون معك زميل محمد ناصر مدير مكتب الميادين في القاهرة لموافاتنا بالمزيد من التفاصيل، شكرا جزيلا لك. من مصر إلى العراق والتي تتكثف فيها اللقاءات والحملات والمواقف المندرجة في إطار محاولات حشد الأصوات استعدادا للاستحقاق المرتقب في أيار مايو المقبل، الخطابات السياسية تلتقي في تركيزها على ضرورة المضي في عملية البناء وإعادة الاستقرار وخدمة المواطن بعيدا عن المصالح السياسية الضيقة. نذهب مباشرة إلى الزميلة فتون عباسي وفريق الميادين في بغداد للاطلاع على المشهد هناك، كيف يبدو؟ فتون تفضلي. أهلا بك دينا، تفاصيل هذا المشهد سنورده الآن مع الزميل عبد الله بدران وضيوف هذه الانتخابية. إليك. من العاصمة العراقية
بقية بغداد، أهلا بكم مجددا في هذه النافذة الانتخابية الثانية لهذا اليوم، والتي نورد من خلالها كل المستجدات المتعلقة بالشأن الانتخابي العراقي. وينضم إلينا في هذه النافذة مدير مكتب الميادين في بغداد الزميل عبد الله بدران. أهلا بك عبد الله. أهلا بك فدون. قبل أن نبدأ بالملف الانتخابي ومستجداته، نسأل عن سنجار. بينما هناك قنوات كانت تقول بأن المشاة التركية بدأت تدخل إلى نيروا، ريكان، سيتكان، لدينا معلومات خاصة بالميادين تنفي هذه الأنباء، لو تطلعنا عليها. نعم فتون، المعلومات هي ما بين معلومات رسمية تأكدت الميادين منذ يوم أمس، منذ إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هناك عملية بدأت بالفعل في هذه المنطقة التي تشمل المثلث العراقي التركي السوري. وبين الموقف العراقي الذي كنا بانتظاره، تأكد لنا أن بغداد لن تتخذ موقفا قبل أن يتأكد لها، لن تكتفي بتعليق الرئيس التركي ولن تكتفي بالإعلام التركي، وإنما هي تنتظر موقفا رسميا يصدر من العمليات المشتركة، باعتبارها السلطة العسكرية الأعلى في العراق هي من يحدد ماذا يحصل. لديها موقف استخباري يومي، لديها موقف عسكري يومي، لديها موقف أمني يومي يرفع من قبل مراكزها المنتشرة في عموم العراق وضمن قواطع العمليات المسؤولة، ما بين قاطع عمليات في غرب محافظة نينوى، ما بين قيادة عمليات نينوى، وكذلك التقسيم الإداري الموضوع عسكريا في العمليات المشتركة. عندما يتأكد، كما أكدوا للميادين، عندما يتأكد أن هناك تحركا عسكريا بريا تركيا يرصد، فإن بغداد لديها موقف لا يبدأ باستدعاء السفير وقد لا ينتهي، كما ورد في لقاء رئيس لجنة الأمن والدفاع بوزير الدفاع العراقي، قد لا ينتهي بقراءة الاستعدادات العراقية للرد على أي توغل تركي. هذا رسميا. على الأرض قائم مقام سنجار محمى خليل أكد للميادين أن لا وجود لأي تحرك بري، هو نفى وقال بالحرف الواحد الأخبار كاذبة، لا وجود لأي تحرك بري تركي في سنجار، ولم يكن هناك أي احتلال لأي قرى تقع شمال سنجار، ما حصل هو تحرك تركي في شمال سيديكان، هناك قرى تقع شمال أربيل، هناك قرى باتجاه المثلث العراقي التركي الإيراني، نتحدث عن شمال شرق العراق، شمال شرق العراق مثلث عراقي تركي إيراني، شمال غرب العراق مثلث عراقي تركي سوري، الأتراك في المثلث الشرقي العراقي التركي الإيراني يبحثون إنشاء قواعد بدل المواقع الموجودة، وكل ذلك بالمناسبة بالاستناد إلى محضر اتفاق عراقي تركي يعود لعام 1982. هذا المحضر هو عبارة عن محضر حتى هو بين وزارتي الخارجية العراقية والتركية، ليس على مستوى تنسيق عسكري وأمني عراقي في بناء النظام العراقي قبل العام 2003. بينما الجانب التركي يريد إشغال الشمال الشرقي العراقي بقواعد شمال سيديكان، يحاول أن ينفذ هذه العملية. بالنسبة لعناصر حزب العمال الكردستاني، القادة منهم المطلوبون منهم بالنسبة للجانب التركي أو الرموز التي قاتلت الجيش التركي هي خارج سنجار، كما أكد قائم مقام سنجار للميادين. من يتواجد في سنجار حاليا هم مقاتلو وحدات حماية سنجار الذين قاتلوا لاستعادة سنجار من داعش مع قوات البيشمركة، مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني بالفعل عندما انطلقت هذه العملية لاستعادة سنجار، وكانت العملية طبعا بإشراف أمريكي، حينها كان واضحا أن هناك غطاء أمريكي قدم، غطاء جوي أمريكي قدم لقوات البيشمركة في هذه العمليات. أما الأمم المتحدة في العراق بعد لقاء النائب فيان دخيل، وهي نائب عن المكون الأيزيدي في العراق، الأمم المتحدة أبدت القلق من أي استهداف وقصف يمكن أن ينفذه الجيش التركي في تلك المنطقة بحجة وجود عناصر حزب العمال الكردستاني، وخصوصا الأيزيديين. قلق أممي حول الأيزيديين، أليس كذلك؟ القلق الأممي حول الأيزيديين لأسباب وجود حوالي 5000 يعني مفقود، لا معلومات أين نقل هؤلاء، نساء وأطفال ورجال وعائلات بكاملها. بعد أن دخل داعش واستباح سنجار، من اختطفه داعش قرابة 10,000، من تم إنقاذه على يد القوات العراقية وخلال عمليات التحرير، ومن تمكن من الهرب هو أقل بكثير ممن فقدوا. على هذا الأساس هناك تنسيق عراقي بين وزارة الهجرة والمهجرين العراقية وبين الأمم المتحدة. تبقى معنا عبد الله بدران، سنعود إليك لكن لمناقشة الملف الانتخابي ومستجداته. مشاهدينا، إذا ذكرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية أن عددا من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناولت أخبارا متعددة بعضها مفبرك والباقي يحمل
طبعا يسهم في التشويش على إرادة الناخب والعملية الانتخابية برمتها. وأوصت الناخبين بتوخي الحذر والانتباه إلى الكثير من الحالات الشاذة التي تسعى إلى التشويش على العملية الانتخابية، وشددت على أنها ستستخدم حقها الدستوري والقانوني في حماية المواطنين كافة والناخبين بشكل خاص. الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات بحثها وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش. وزارة الداخلية ذكرت في بيان أن كوبيش أبدى استعداد فرق الأمم المتحدة للتعاون وتقديم المشورة إذا تطلب الأمر. أكد نائب الرئيس العراقي نوري المالكي أن أبناء العراق أفشلوا مخططات الفتنة الطائفية التي حاولت القاعدة وداعش تنفيذها في البلاد. المالكي وخلال لقائه وفدا يضم عددا من علماء الدين أضاف أن البلاد اليوم على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب تشكيل حكومة قوية تمتلك مقومات النجاح والعمل على مواصلة البناء والإعمار. وتابع أنه يسعى ليكون العراق بلدا قويا ويمتلك علاقات طيبة مع الجميع وفق أسس المصالحة المشتركة والاحترام المتبادل بعيدا عن التدخلات في الشؤون الداخلية. أما رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم فأكد أن الانتخابات المقبلة فرصة للذهاب إلى مرحلة الاستقرار والبناء. دعا الحكيم للإسراع بإعادة جميع النازحين إلى ديارهم وتأمين مشاركتهم في الانتخابات، وأكد أن الانتصارات التي تحققت تلزم الجميع بالحفاظ عليها والذهاب نحو تحقيق الانتصار في بناء الدولة. إذن الآن نعود من جديد إلى الزميل عبد الله بدران نناقش كل هذه المستجدات المتعلقة بالأخبار التي أوردناها. عبد الله، بما أنه المفوضية استخدمت حقها بالتهديد باستخدام الحق الدستوري والقانوني تجاه كل من يحاول أن يشوش على هذه الانتخابات، لدينا معلومات خاصة بالميادين حول عمل مفوضية الانتخابات جاءتنا قبل قليل، لو تطلع المشاهد عليها بداية. نعم فتون، بالفعل المفوضية خاصة الميادين بهذه المعلومات، وبالنسبة لعمل المفوضية هو مستمر في عموم العراق وفي مراكز الاقتراع ومحطات الاقتراع وكذلك في تحديث سجل الناخبين. طبعا المفوضية نفذت هذه العمليات الفنية لإنجاح عملية تسليم الناخب العراقي وخصوصا في المناطق التي كانت محتلة من قبل داعش أو المناطق المحررة حديثا لإنجاز هذه المهمة قبل يوم الاقتراع. ما تأكد للميادين أن المفوضية في كركوك على سبيل المثال تمكنت من شطب 600 ألف اسم على الأقل لأسماء مكررة وأسماء متوفين. المفوضية في هذه المحافظة لوحدها تحاول أن تعمل بدقة عالية وتعتمد أساليب فنية وعلمية لأبعد الحدود، لأن كركوك لها وضع سياسي خاص وفيها وضع اجتماعي خاص، وشهدت قبل فترة انتشار القوات الاتحادية وفرض سلطة القانون في تلك المحافظة الغنية بالنفط في شمال العراق والتي هي جزء أساسي من أزمة بين المركز وإقليم كردستان العراق. اكتشفت أن هناك 600 ألف اسم وهمي أو أكثر. طبعا بالنسبة لقوات البيشمركة قبل قليل تم إنجاز تسليم قرابة 200 ألف بطاقة ناخب إلكترونية لقوات البيشمركة، على اعتبار أن كركوك هي ليست جزءا من إقليم كردستان العراق، هي جزء من العراق الاتحادي، وبالتالي المعلومات فيها أجريت بعض التعديلات فيها لأسباب تتصل بأن جزءا منها كان محتلا من قبل مسلحي داعش. لا يمكن لأبناء محافظة كركوك في المناطق المحررة حديثا من أن يستخدموا بطاقة الناخب الإلكترونية القديمة، وإنما عليهم أن يستلموا بطاقة جديدة كما هو الحال. طبعا هذا إجراء خاص بأهالي الحويجة وأهالي محافظة نينوى. كذلك بالفعل أنجزت المفوضية حتى الآن تحديث سجلات وتسليم بطاقات أكثر من 200 ألف مقاتل من قوات البيشمركة العراقية، باعتبار جزء من منظومة الدفاع العراقية وجزء من انتخابات العسكريين التي عادة ما تكون في يوم وفي موعد غير يوم الانتخابات المدنية التي هي في 12 من أيار. بمعنى نفهم بأن المفوضية تحاول أن تقطع الطريق أمام كل من يحاول عرقلة هذه الانتخابات، سوق المبررات لجهة التأكيد على المواطنين للعزوف عن هذه الانتخابات بطريقة أو بأخرى. بالفعل المفوضية هددت أنها تتعامل بحزم قانوني مع أي إثارة لأجواء
تسبق الانتخابات أو تواكب عمل المفوضية باعتبارها مكونة من أعضاء مجلس هم يمثلون أطياف الشعب العراقي، وأن ما يحصل من تراكم عمل داخل المفوضية هو بفعل تأخر البرلمان العراقي وتأخر الأفريقاء أصلا قبل البرلمان في إيجاد صيغة النهائية لقانون الانتخابات وتحديد موعدها وشد والجذب خلال الفترة الماضية حول موعد الانتخابات أو تأجيلها، وكل ذلك ترتب ضغطا على عمل مفوضية الانتخابات. نعم، تلقى معنا عبد الله بدران الآن سنورد صوتية كانت في الانتخابية الأولى لأحد ضيوفنا. إذن مشاهدينا، قال عباس العيساوي أو العيساوي المرشح إلى الانتخابات التشريعية العراقية عن تيار الحكمة للميادين، قال إن تياره يسعى جاهدا للتحالف مع من يؤمن بمشروع خدمة المواطن وليس بمشاريع سياسية، مشيرا إلى أن الشارع العراقي يتمتع بوعي انتخابي كبير جدا. نعتقد الآن الشارع العراقي يتمتع بوعي انتخابي كبير جدا ويسعى للبحث عن من يقدم برنامج خدمة، لأنه كما تعلمون هنالك استقرار أمني واستقرار سياسي وانتهت صفحة داعش. الآن علينا النهوض بواقع خدمي وتقديم أفضل الخدمات والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن العراقي. أقرب إلينا من كان يتفق معنا في مشروع خدمة. كما تعلمون كانت التحالفات السابقة تحالفات سياسية، البعض يسعى مقدما إلى ضمان الحصة الأكبر وقد دفع الشعب العراقي ضريبة ذلك. الآن تيار الحكم الوطني يسعى جاهدا أن يتحالف مع كل من يؤمن بمشروع خدمة للمواطن العراقي. من بغداد تنضم إلينا السيدة منال المعتصم المرشحة عن تحالف القرار العراقي والقيادية في المشروع العربي. أهلا بك سيدة منال. إذن تحالف القرار العراقي هو برئاسة السيد أسامة النجيفي، يضم 11 حزبا، لو تحدثينا أكثر عن هذه الأحزاب المنضوية ضمن هذا التحالف. نعم، مرحبا بكم مبتدأ. شكرا جزيلا لكم بالبداية لأنه أكون معكم اليوم على الهواء. طبعا تحالف القرار العراقي بدأ من رحم المعاناة العراقية، وأيضا هذا التحالف يهدف إلى جمع أبناء الشعب العراقي يدا واحدة، وأيضا خصوصا أنه يتكلم بروح الشباب وبالتغيير للمستقبل إن شاء الله لمستقبل العراق. هذا التحالف تحالف القرار من 11 حزبا. أنا قيادية المشروع العربي على بغداد، على محافظة بغداد مرشحة. رئيس قائمة المشروع العربي هو الشيخ خميس الخنجر. هذا المشروع تكلم اليوم عن المشروع، عن طبعا مشروعنا العربي، هو يهدف إلى طموحات الشباب ووجوه شابة ووجوه جديدة وطاقات الشبابية العراقية بغض النظر عن الطائفة، بغض النظر عن المذهب والدين. هو موجود فيه كثر من المرشحين، وكل المرشحين المنضوين تحت هذا المشروع العربي هم جدد، وأيضا حتى رئيس القائمة هو يعني كشيخ خميس الخنجر هو ليس له في السياسة سبق 14-15 عام السابقات، لكن اليوم يؤكدون جدا على أن يكون العراق نحو الأفضل بالمرشحين، بدماء جديدة، بطاقات جديدة، وبتغيير حقيقي وإن كان بطيئا، لكن سيكون هناك فعلا إرادة حقيقية من قبلنا ومن قبل الشارع العراقي. وأنا طبعا جدا ممتنة وجدا أرى حظوظ كبيرة إن شاء الله ستكون لنا ومن الناخبين. مؤمنة جدا بالناخبين العراقيين وخصوصا بهذه المرحلة، مرت على العراق مراحل. أين تجدين حظوظكم أكثر سيدة منال؟ أين تجدين حظوظكم أكثر ما أنك تتحدثين عن الحظوظ؟ نعم، الحظوظ موجودة بالتأكيد لكل إنسان عراقي شريف أصيل يريد التغيير. أنا قلت في كل القنوات الفضائية العراقي بين قوسين بغض النظر عن أي طائفة، بعيدا عن العنصرية والطائفية. كتحالف قرار وغيرنا من الشباب أو الجدد في أي قائمة من القوائم وخصوصا قائمتنا نتكلم عنها، يجب أن يختاروا الجديد وأن يؤمنوا به. أي نعم هناك فعلا أزمة ثقة، لكن رغم هذا هناك إرادة حقيقية نراها وحظوظنا كبيرة الحمد لله ومتوزعة هي ما بين
الغربية، منطقة الأنبار وبين الموصل وبين أربيل وشمال العراق، كردستان العراق أجمع، وبين بغداد. أنا مرافعة عن المشروع العربي في بغداد، أراها نسبة كبيرة وتبشر خير إن شاء الله. جدا أنا سعيدة ومتفائلة والمعنويات عالية جدا، لأنه حقيقة الأمر هناك استبيانات صارت من منظمات عالمية وأيضا حتى من منظمات مجتمع مدني، وتحالف القرار تقريبا يحتل أو ينافس المرتبة الأولى في الناخبين وباستقبال الناس له. لماذا ينافس على المركز الأول تحالف القرار؟ أنا يعتمد على الناخب، يعني ضمن هذه الاستطلاعات قلت بأنه ينافس على المركز الأول وينال قبول الشارع العراقي، على ماذا استندتم في هذا الكلام؟ نعم، نستند طبعا بالتأكيد هناك نشاطات كما تعلمين سيدتي، هناك نشاطات من قبل المرشحين المشروع العربي، وهناك تواجد حقيقي من المرشحين بمختلف شرائح الشعب العراقي وخصوصا عن بغداد أتكلم. طبعا تعرفين بغداد انها هي العاصمه وتضم تحتها كل انواع الاطياف، كل انواع الاديان، كل العراقيين في العاصمه. كل المرشحين لما نتكلم ونجتمع نرى ان هناك فعلا اراده من الشعب انه انتم جدد ونحن معكم، نحن مؤمنون بوجوه جديده، نحن نريد تغيير. الشارع العراقي يقول ملينا، تعبنا، كفانا حروب، أنتم كمرحلة أولى ما عندكم أي سابق بالعملية السياسية، أنتم تملكون شهادات، أنتم وجوه جديدة، أنتم أكاديميين ودكاترة وتحملون الشهادات العالية إلى آخره، فهناك قبول. وأنت إعلامية سيدة منال بالأساس، أليس كذلك؟ تكريس الحريات الدستورية، مفهوم المواطنة، تبني المصالحة، تطوير الاقتصاد هو في برنامجكم الانتخابي، لكن ماذا في الأولويات؟ نعم، الأولويات هم الشباب، الأولويات معاناة الشباب، الأولويات هي للشباب وطموحاتهم إرادتهم وماذا يريد الشاب. اليوم الشاب العراقي يريد التعيينات، يريد أنه يكون له مركزية. نحن نمثل الشباب وأنا نعم. من الشباب اللي أمثلهم، أنا أعلم وأعرف جيد ماذا يريد الشارع العراقي، لذلك أعرف أن أتكلم بلغته وبمطالبه. الاقتصاد طبعا سيكون إن شاء الله من المخططات أو برنامجنا الانتخابي المقبل إن شاء الله في الفوز، إن حالفنا الحظ أو عدم الفوز. أنا أتكلم عن نفسي وبقية زملائي، فسيكون الاقتصاد له الحصة الأكبر، سيكون المشاريع الحقيقية. نعم. ولأنه تقريبا نفد الوقت سيدة منال، لذلك سأسألك عن زيارتك الأخيرة والالتقاء بشيوخ عشائر الخوالد، عن ماذا دار الحديث؟ ما الذي ترمين إليه في إطار هذه الزيارة الانتخابية؟ نعم، كما تعلمين الشيوخ لهم ثقلهم في الشارع العراقي، في المجتمع العراقي أقصد، وهم بالتالي نحن نعتبرهم وجهائنا، آبائنا، معلمينا، كل واحد وهو يتكلم مع ربعه بطريقته الخاصة ويعلم ماذا يريدون من أولاده وأبنائه وأبناء عمومته إلى آخره. طبعا لذلك كان الحديث عن الشباب وما هي احتياجاتهم وما هي نشاطاتهم، ماذا يريدون لكي ينتخبوا فعلا أناس يستحقون لأن يكونوا كسلطويين في العراق العظيم، لذلك يستحق العراق الأفضل إن شاء الله. أشكرك كل الشكر منال المعتصم، المرشحة عن تحالف القرار العراقي والقيادية في المشروع العربي، كنت معنا مباشرة من العاصمة العراقية بغداد. ثوابت الكتل السياسية في العراق قد لا تتغير رغم انقسامها إلى أحزاب عدة وتحالفات مستقلة عن بعضها البعض، والعودة إلى التحالف من جديد وفق المشتركات المذهبية والقومية قد تكون من أهم مؤشرات الحراك السياسي ما بعد الانتخابات. محمد الفهد.
انقسام الكتل السياسية إلى عدة أحزاب وتحالفات يختلف أحدها مع الآخر في البرامج والأهداف قد يكون خاضعا لعوامل انتخابية مرحلية تنتهي بانتهاء الاستحقاق الانتخابي. ووفق المراقبين فإن الثوابت لدى الكتل الرئيسية الثلاث كالتحالف الوطني والكردستاني واتحاد القوى أو من يمثلهم اليوم ربما لم تتغير لجهة الحفاظ على مواقع الرئاسات الثلاث التي تتوزع تكوين وفق مبدأ التوافق السياسي. انفرد كل هؤلاء بالترشح للعملية الانتخابية، ومن ثم كانت هنالك رؤية في العمل السياسي بشكل منفرد، لكن هذا لا يمنع أن هنالك ثابت وهو المحافظة على المكتسبات السابقة بغض النظر عن الاختلاف في وجهات النظر. ما طرأ على خريطة التحالفات الانتخابية من متغيرات مختلفة عن السابق بتفكك التحالفات التقليدية يثبت وفق الوقائع بوادر حقيقية للتنافس على الاستحقاقات بين مكونات التحالف الواحد، وهي رغبة فرضتها متطلبات المرحلة الحالية التي يعيشها العراق ولا سيما الاستقرار السياسي والأمني. الانتخابات دائما تنتج عن توافقات سياسية، كل ما نراه اليوم هو أحزاب متشظية، كتل سياسية متشظية تحاول أن تتحالف من الآن لتقاسم السلطات بعد نتائج الانتخابات. ذهاب الرئاسات الثلاث في العراق لصالح أحزاب جديدة قد لا يؤدي إلى كسر القاعدة الثلاثية السائدة بأن رئاسة الوزراء للشيعة والبرلمان للسنة ورئاسة الجمهورية للكرد وفق المختصين. الحفاظ على المكاسب الانتخابية للكتل الكبيرة التي تمثل المكونات العراقية الثلاثة الرئيسية يرجح مراقبون أن قاسمها المشترك سيكون ما بعد الانتخابات نقطة للتحالف والالتئام من جديد. محمد الفهد، بغداد، الميادين. يعد الفساد المعضلة الأبرز التي تواجه المرشحين في العراق، فكيف سيتم التعامل مع هذا الملف؟ أحمد عبد الله يحمل في جعبته المزيد. أهلا بكم مشاهدينا. هو القاسم المشترك في كل البرامج الانتخابية، الجميع يريد استئصاله ويتبادلون التهم بتفشيه. إنه الفساد الذي ينخر مفاصل الدولة العراقية وبات يهدد النمو ويحول دون تحقيق أي تقدم في الخدمات والاستثمارات وفي بقية القطاعات. الحكومة العراقية أعلنت الحرب على المفسدين بعد انتهاء حربها على داعش، وبدأت بسلسلة خطوات، لكن يبدو أن الأمر لن يكون سهلا، فلا تزال منظمة الشفافية العالمية تصنف العراق بالأكثر فسادا بين دول العالم، حيث تصدر العراق قائمة مؤشر الفساد العالمي. يقول مراقبون أن مافيات الفساد بنيت في البلاد على مدى أكثر من 13 عاما، وأن القائمين عليها يشكلون تهديدا لأي جبهة تقترب منهم، حتى اعتبر مسؤولون أن الفساد بات أقوى من الدولة. أبرز مظاهر الفساد تكمن في صفقات السلاح والوظائف الوهمية والتعيينات الحكومية وسقوط الموصل بيد داعش وفي الأموال المهربة وعقارات الدولة والتهريب والمخدرات وغيرها من الملفات. ومع بدء العد التنازلي لإجراء الانتخابات البرلمانية العراقية، لابد بحسب المراقبين أن تعمل القوائم الانتخابية على تقديم أفكار جديدة لمكافحة الفساد تقنع الناخب وتسهم في الحد من أثاره السياسية كالمحاصصة والاقتصادية كسوء الخدمات والاجتماعية كالبطالة والثقافية كالأحباط. وبالتالي فإن القوائم الانتخابية إن لم يكن لها برنامج واضح ومحدد وقابل للقياس والعمل مع بيئة العراق المتولدة منذ 2003 لغاية 2018، فإن الفساد الذي استشرف الدولة سيبقى مستعصيا على المكافحة. وختام هذه النافذة مشاهدينا بلقطات خلف الكواليس لطاقم عمل الميادين هنا في بغداد.
ودائما نعمل مشاهدينا لنقدم لكم الواقع كما هو. مزيد من الأجواء الانتخابية نلقاكم فيها غدا دائما من بغداد. هذه النافذة انتهت، النوافذ الأخرى الانتخابية في لبنان وتونس مع الزميلة دينا، لكن بعد فاصل قصير. شكرا لك فوتون. أهلا بكم إلى الانتخابية من جديد. كيف تبدو تونس في خضم استعداداتها للانتخابات البلدية؟ إذن أكد الأمين العام لحركة الشعب التونسي زهير المغزاوي أن حركته ستطعن في إجراء إلغاء الحبر خلال الانتخابات البلدية المقبلة، لاعتباره إجراء قد يفتح الباب أمام تزوير نتائج الانتخابات على حد تعبيره. قرار الحركة يأتي على خلفية إعلان هيئة الانتخابات إلغاء العمل بالحبر الانتخابي والاكتفاء بتوقيع الناخب، وهو ما عدته منظمات المجتمع المدني وأحزاب سياسية مقدمة لتزوير الانتخابات. القوائم المستقلة ستكون حاضرة بقوة في الانتخابات البلدية التونسية، ورغم ضعف الإمكانات المادية لهذه القوائم مقارنة بالأحزاب فقد ركزت على ترشيح شخصيات تحظى بثقة الناخبين المحليين. مراد دلنسي. أكثر من 2000 قائمة قدمت ترشحها للانتخابات البلدية في تونس، نصف هذه القوائم تقريبا مستقلة، رقم لا يعد مفاجئا في المشهد السياسي والانتخابي التونسي. فانتخابات عام 2011 و2014 شهدت ترشح مئات القوائم المستقلة، لكن القاسم المشترك بينها هو أن المستقلين لا يحظون بأصوات التونسيين، ونادرا ما وصل أحد المستقلين إلى البرلمان. لكن رهان المستقلين ينصب على خصائص الانتخابات البلدية التي تختلف كليا عن التشريعية. قرطاج مدينة صغيرة تعد 16,000 ساكن، وبالتالي التواصل مع هذا العدد الصغير من الناس، وخاصة أنه نحن في القائمة فيها 26 عضو، 26 عضو في وسط 16,000 كلهم عندهم امتداداتهم العائلية وامتداداتهم الأسرية وصداقاتهم و فبالتالي التواصل هو أسهل ولا يتطلب ماكينات ضخمة أو إمكانات ضخمة. يعتمد المستقلون في البلديات على عنصر القرابة وترشيح شخصيات اعتبارية تحظى بقبول محلي لكسر استطلاعات الرأي التي تضع المستقلين خارج دائرة تصويت التونسيين. فالتجربة الانتخابية التونسية تؤكد أن الناخب التونسي يفضل التصويت للأحزاب، وبحسب المراقبين فقد يكون ذلك بسبب العامل المادي وقدرة الأحزاب على التعبئة بفضل مواردها البشرية والمالية. أكثر خطورة إذا ما تحدثنا عن المال السياسي الفاسد وعن المال الخارجي الذي سيكون له دور فعال على مستوى الانتخابات البلدية، سيكون له تأثير أكثر خطورة على المستوى المحلي من المستوى الوطني، لأنه سيكون بمثابة الضربة القاضية للقائمات المستقلة التي ليست لها تمويل كبير والتي ستكون الحملة الانتخابية لها بسيطة جدا. العدد الكبير للقوائم المستقلة المترشحة للبلديات يربطه الكثير من المراقبين بدعم بعض الأحزاب لعدد من هذه القوائم بهدف تشتيت الأصوات وتحقيق مكاسب انتخابية. في ظل ضعف الموارد المالية للمستقلين وعدم تعود التونسيين التصويت لغير الأحزاب، تحاول القوائم المستقلة استغلال العنصر المحلي والعشائري المنتشر في بعض المناطق للوصول إلى مقاعد في البلديات. مراد الدلنسي، تونس، الميادين. ويبقى معنا زميل مراد الدلنسي من العاصمة التونسية تونس. نبدأ مراد بقضية الحبر الانتخابي والحديث عن أنها قد تكون مقدمة لتزوير في الانتخابات أو في نتائج الانتخابات البلدية، لو توضح لنا الصورة بشكل أكبر.
نعم، الحبر الانتخابي أعلنت عن التخلي عنها هيئة الانتخابات منذ أسابيع وليس منذ الآن. في ذلك الوقت عديد الأحزاب وحتى المنظمات، منظمات المجتمع المدني المعنية بمراقبة الانتخابات، انتقدت هذه الخطوة من قبل هيئة الانتخابات، وقالت أن الوضع الآن في تونس يستوجب أن يتم استعمال الحبر الانتخابي لأنه يساعد المراقبين ويساعد مراقبي الأحزاب ومراقبي هيئة الانتخابات على المراقبة وعلى عدم تزوير هذه الانتخابات، وخاصة هنا التزوير نتحدث عن التصويت مرتين أو أكثر من مرتين وهي ما يخشاه الأحزاب. عديد الانتقادات كما ذكرت صدرت من أحزاب وغيرها، ولكن حركة الشعب قررت المضي قدما لوحدها تقريبا، لا يوجد حزب من الأحزاب قد قرر أن يطعن في هذا القرار، ولكن لا يبدو أن حركة الشعب ستنجح في أن تعيد الحبر الانتخابي لأن هيئة الانتخابات قد حسمت هذا الموضوع وقالت أنه لا يوجد أي إمكانية للعودة عنه لأن جلب الحبر والإجراءات طويلة جدا ولا يمكن في هذا الظرف والوقت القصير أن يتم العودة إلى هذا الحبر. هذا فيما يتعلق بهذا الموضوع، أكيد أنه سيكون المتابعة، نرى كيف ستتعامل حركة الشعب مع هذا الموضوع، ولكن كما قلت هناك فرصة قليلة للعودة إليه. نعم، طيب هذا فيما خص الحبر الانتخابي مراد، لكن في موضوع آخر، كان هناك مؤتمر صحفي للهيئة العليا للانتخابات، لو تحدثنا عن تفاصيل هذا المؤتمر أيضا فيما خص حركة الشعب، هل ستمضي أكثر في خطوات فيما خص الحبر الانتخابي؟ بالتأكيد حركة الشعب أمينها العام أعلن عن هذه الخطوة أنها ستطعن، أمامها درجات للتقاضي، بالتأكيد ستذهب إلى المحكمة الإدارية، ولكن كما قلت ننتظر هذه القرارات، إن كانت هناك إمكانية للمحكمة الإدارية أن يعني تتخذ إجراءات لإعادة الحبر الانتخابي أو توجيه ملاحظات ربما لهيئة الانتخابات. بالنسبة لهيئة الانتخابات بالتأكيد العنوان الأبرز في تونس الآن قبل أكثر من أسبوعين على انطلاق الحملات الانتخابية بالتأكيد هو الاستعداد اللوجستي والتحضيرات لهذه الانتخابات وللحملات الانتخابية بشكل أدق. الأحزاب بطبيعة الحال بشكل يومي وخاصة في نهاية الأسبوع تقوم بتحضيرات، تقوم بالاجتماع بأنصارها في كل المدن التونسية وفي البلديات، هناك استعدادات لكيفية تنظيم الحملة الانتخابية. بالتأكيد الأمر ليس بسيطا، خاصة الأحزاب التي تترشح في أكثر من دائرة بلدية، في عشرات الدوائر البلدية هناك خطة كاملة كيف تقوم بحملاتها الانتخابية، وهيئة الانتخابات كذلك تعد لهذه الحملات الانتخابية. اليوم خلال ندوة نظمتها هيئة الانتخابات تم التركيز على التمويل. هيئة الانتخابات حذرت الأحزاب من أن القانون الجديد للانتخابات قد يصل إلى حد أن يسقط القائمة الانتخابية في صورة وجود إخلالات في التمويل، وهذا ما حذرت منه الأحزاب التي كانت حاضرة اليوم في ندوة هيئة الانتخابات. نعم. إذن مراد درنسي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات، مراسلنا من تونس. في لبنان اتصالات مكثفة في الساعات الأخيرة من مهلة تسجيل اللوائح، ساعات قليلة تفصل عن اتضاح خارطة المنافسة في الانتخابات التشريعية. إذن اتصالات سياسية مكثفة شهدتها الساحة اللبنانية قبيل ساعات من إقفال باب تسجيل اللوائح الانتخابية في وزارة الداخلية، وفيما تم تسجيل عشرات اللوائح توالت الانسحابات من السباق الانتخابي، حيث يفرض القانون النسبي على المرشح خوض الانتخابات ضمن اللوائح فقط. وتنضم إلينا من بيروت مراسلتنا سارة الحاف. سارة، حتى الساعة هل اتضحت الأعداد أو هل من عدد محدد للقوائم واللوائح التي سجلت حتى الساعة في وزارة الداخلية؟ نعم دينا، بالفعل يعني حتى هذه اللحظات يستمر تسجيل اللوائح هنا في وزارة الداخلية، أكثر من 40 لائحة سجلت اليوم فقط بعد أن أقفل عدد اللوائح يوم الجمعة الماضي على 31 لائحة. وللوقوف أكثر على التفاصيل، أولا سنكون مع مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية السيدة فاتن يونس، يعني لو تطلعينا حتى الآن كيف أصبح عدد أو ما هو عدد اللوائح وأي الدوائر التي سجلت أكبر عدد من اللوائح؟
عدد اللوائح لحد هلا 73 لائحة، واكثر الدوائر سجلت لوائح هي بيروت الثانية 9 لوائح. قد ايه بتتوقعوا بعد من هلا لمنتصف الليل؟ بعد في اشخاص يعني بعد على القليلة في شيء 5 عارفين حيجوا، ما يمكن اكيد بيوصلوا ل 80 بعد. نعم، لاحظنا انه بيروت، دائرة بيروت الثانية ربما هي اكثر الدوائر التي سجل فيها عدد اللوائح. الى اي يعني ما هو عدد اللوائح في بيروت الثانية حتى الان؟ 9 لوائح في دائرة واحدة. نعم، ان شاء الله تساعد اللائحة المطبوعة سلفا. نعم، حتى يعني اليوم يستمر النهار حتى منتصف الليل وتكون المهلة النهائية منتصف الليل، وكل مرشح فردي ما بينضوي بلائحة ساعتها وبيسكت ترشيحه. نعم، شكرا جزيلا. إذا دينا يعني نعم، كما تحدثنا مع السيدة يونس، هذا هو المشهد حتى الآن، حتى هذه اللحظة 73 لائحة سجلت، أكثر الدوائر التي سجلت أو فيها لوائح هي دائرة بيروت الثانية، 9 لوائح انضمت إلى هذه الدائرة، وربما الأبرز يعني أبرز اللوائح هي طبعا لائحة تيار المستقبل، الأمل والوفاء، هناك لائحة العائلات التي شكلها نعم، صلاح سلام، لائحة صوت الناس برئاسة رئيس حركة الشعب إبراهيم الحلبي، وأيضا هناك لائحة المجتمع المدني ولوائح أخرى سجلت في هذه الدائرة. ولكن طبعا التنافس يعني رغم أن عدد اللوائح لم يقفل حتى الآن، لكن المشهد بات تقريبا واضحا إلى أي مثلا الدوائر التي تشهد تنافسا انتخابيا. مثلا لنتحدث عن دائرة بعلبك الهرمل، فبعد عزوف رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني عن الترشح للانتخابات انحصرت المعركة هناك بين لائحتين، لائحة الأمل والوفاء ولائحة المستقبل والقوات، وهذه الدائرة الوحيدة التي تم فيها يعني التحالف بين المستقبل والقوات. ولنتحدث مثلا عن دائرة طرابلس المني الضمني، هناك أيضا كان تنافس بين التيار المستقبل ووزير السابق أشرف ريفي وأيضا رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي بعد تشكيله لائحة العزم، وهذا كان يعني ربما لب حديث الحريري أمس من طرابلس، وقال أن هؤلاء أو هذان أن هذين الطرفين يترشقان معه سياسيا ويخوضان الحرب أو الانتخابات ضده، وليس ضد حزب الله. هناك تنافس في هذه الدائرة. في دائرة زحل على سبيل المثال سجلت 5 لوائح حتى الآن، أبرزها لائحة زحل قضيتنا وهي بين القوات والكتائب، وأيضا هناك لائحة للمستقبل مع التيار الوطني الحر والتشناق، وأيضا لائحة نعم دينا. نعم سارة، شكرا لك على كل هذه المعلومات، كنت معنا من وزارة الداخلية اللبنانية في بيروت. مرشح حركة النضال اللبناني العربي عن دائرة البقاء الغربي راشية فيصل الداود أكد للميادين أنهم دفعوا ثمن الثبات إلى جانب المقاومة، وأكد أن قطر تدعم بعض قوى المجتمع المدني بإمكانيات مادية هائلة. كذلك كشف أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغه أن تحالف حركة أمل في البقاع الغربي هو معه، فيما هو مع وليد جنبلاط في مناطق أخرى. مصالح سياسية ومصالح بالدولة تقضي التحالفات، يعني لذلك انا صديقي للسيد نبي، لذلك انا يعني عارف انه بمنطقه رشاي، هو قال لي كان صريح واضح معي، قال لي بمنطقه رشاي وقال الغربي نحن حليفنا الاساسي والثابت هو فيصل داود، بغير مناطق ما تستغرب بدي اقول له هيك لوليد بايك وبدي بلغه دوله الرئيس، بدي بلغه هيك انه بغير مناطق، وسمالي يعني منطقه بيروت والمتن والجبل بدنا نتحالف، عرفتي كيف؟ لذلك امر طبيعي. شو التفسير العلاقات بدك تساليهم عنا إلهم، انا ما بعرف شو عمق العلاقه وليش التحالف. اذا كانت هذه الانتخابيه لهذا النهار، نلقاكم غدا للمزيد، زوروا صفحه الميادين على الانترنت الميادين.net والميادين بالاسبانيه لمتابعينا باللغه الاسبانيه، بالاضافه الى صفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. الى اللقاء.